بداية كده مبروك لكافة مكونات وعناصر المنظومة الرياضية داخل نادي الزمالك، فوز مهم جدا على فيوتشر في الجولة 27 من الدوري. تجاوز بقى محطة مهمة وصعبة، وكانت صعبة جدا في الحقيقة في طريق الفريق نحو اللقب والحفاظ على اللقب. مش بس الفرحة بالثلاث نقاط، لكن فرحة بحاجات كتير جدا، أهمها الاحتفاظ بأنك عندك فرصة عظيمة جدا، إن اللقب لسه في رجليك، مفيش فارق نقاط غير ليك ثلاث نقاط، وهيفضل بإذن الله لحد نهاية المسابقة ما تنتهي مع نادي الزمالك ويحافظ على اللقب. حاجة كمان بتزيد عند اللعيبة، زي الثقة بقت زايدة، بس بشكل إيجابي زي ما احنا شايفين، إنك تسير بثبات أكبر وأكبر نحو اللقب رقم 14 في تاريخك، وزي كمان إن روح الإصرار اللي دبوا في اللعيبة فريق نادي الزمالك من بعد ماتش القمة تحديدا لو نفتكر، تحسوها كده هي دي اللي بتقود الفريق بعيدا بقى عن أي فنيات وكلام كتير جدا، ولكن واضحة جدا على اللعيبة كلها واخدين الموضوع، من أصغر لعيب لكابتن الفريق، واخدين الموضوع بمحمل الجد وبيلعبوا برجولة كبيرة جدا، وده اللي بنشوفه في كل الماتشات. صحيح يا احمد، دي اكتر حاجه مفرحه جماهير نادي الزمالك، وهي ان هم حاسين ان اللعيبه بتنزل عندها الرغبه في الفوز، عندها الاصرار على الفوز، وده اللي بيترجم فعلا في ارضيه الملعب. واجمل حاجه يا جماعه في اللي بيحصل دلوقتي ان الزمالك، هو انه بقينا خلاص يعني جماهير نادي الزمالك، يعني مهما بيكون الماتش صعب بس بنحس انه الزمالك في الاخر هيكسب، بيبقى عندنا ثقه. يمكن قلت امبارح يوم الخميس ان بنبقى شويه حاطين ايدينا على قلبنا، بس حاطين ايدينا على قلبنا من الظروف الصعبه اللي بنمر بيها، لكن بقى عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه، بقينا داخلين بندخل المباراه واحنا عندنا ثقه ان اللعيبه دي هتنزل هتعمل اي حاجه عشان تكسب. يمكن بنشوف انه في المباريات الجيم اوقات كتير الجيم بيتصعب، الفرص بتضيع منك، الفريق المنافس بيهدر وبيبدا ان هو يهددك، يمكن كمان الوقت بنلاقي ان الوقت بيمر وفاضل خلاص ربع ساعه، يمكن ده سيناريو المباراه الاخيره وفاضل خلاص ربع ساعه، بس برضو احنا قاعدين وعارفين ان احنا هنكسب ان شاء الله، بنبقى قاعدين وعندنا احساس قوي داخل كل واحد زملكاوي فينا ان الزمالك خلاص هيكسب، احنا هنسجل دلوقتي، احنا قاعدين مستنيين الجون اللي هيدخل، الهدف اللي الزمالك هيدخله، ايا كان بقى الهدف هيجي بشكل عامل ازاي، مين اللي هيجيب الهدف، بس احنا قاعدين ومستنيين الهدف، يلا احنا مستنيين. فده كان احساسنا في اخر مباراه لحد ما جبنا الهدف، احنا قاعدين مستنيينه. بالمناسبة ومناسبة كلامنا في موضوع الهدف وفي آخر مباراة، حابة أفكركم بحاجة أنا قلتها لكم في حلقة يوم الخميس، في حلقة يوم المباراة لما كنت أنا ونيرفانا واتكلمت، وقلت إنه الزمالك بقى عنده سلاح قوي، الزمالك بقى عنده سلاح قوي جدا. وقتها قلت إنه الزمالك مع نسخة فيريرا وفي سلاح قوي إحنا متسلحين بيه حاليا، وهو سلاح الكرات الثابته، تحديدا كنت بتكلم عن الركنيات، قلت وقتها ان الزمالك من الركنيات بقى اصبح فريق مرعب، وده بفضل شغل فني كبير جدا من مستر فيريرا بيحصل، وبفضل كمان احسن لاعب طبعا في الدوري المصري اكيد، وهداف الدوري المصري وصانع الاهداف رقم واحد في مصر حاليا، بنتكلم اكيد عن احمد سيد زيزو اللي عليه يا جماعه شويه كرات عرضيه خطيره، حقيقي حقيقي سوبر، بتحتاج بقى كده ايه اي لمسه، يعني الكرات بتاعته بتحتاج اي لمسه عشان تترجم لهدف جوه الشبكه. انا فاكره انه انا يوم الخميس طلعت وقلت لكم الجمله دي، وطلعت قلت لكم ان انا عندي احساس قوي جدا ان جيم صعب زي ده هيتحسم بهدف من كره ثابته عرضيه، وقد كان وحصل والحمد لله كلامي اتحقق، وقد كان وارتقى ونش الدفاع وتألق ونش الدفاع الزملكاوي رجل المباراه، وكل مباراه الحقيقه يعني ما ينفعش يعني ما نتكلمش عن الونش الحقيقه وعن تألقه طبعا مع الزمالك، يعني محدش هينسى الونش الحقيقه الموسم التاريخي اللي عمله ده، وان هو اتحامل على نفسه وعلى اصابته كتير جدا، والحقيقه انه الونش دايما بيثبت لنا ان هو رمز الرجوله والتضحيه والعرفان بالجميل وحب الزمالك. مهم جدا الرؤيه، خلاص الموضوع بقينا نشوف الرؤيه بقى في الماتش اللي جاي هنعمل ايه، دي حاجه حلوه جدا. كنت بتفرج عليكم طبعا انت ونيرفانا يوم الخميس قبل الماتش، والحمد لله ربنا دايما يفرحنا، دايما تبقوا شايفين كده السيناريو اللي احنا نشوفه يحصل باذن الله. الحقيقه ما فيش شك ان نادي الزمالك استحق الفوز لعبا ونتيجه زي ما قالت انجي كده في بدايه الحلقه، وعشان كده انا مستغرب من يعني واحد من الناس
المحترمة جدا المهذبة جدا، واحد من المدربين الواعدين الكبار دلوقتي في الدوري المصري الكابتن علي ماهر، في تصريحات ما بعد هذا اللقاء لما قال ان الزمالك لم يستحق الفوز وانه ما شافش كرات خطيرة على مرمى الفريق. انا بس عايز اقول للكابتن تعالي غالي عليا جدا وزميلنا في قناة اون سبورت، وشفت تحليله وشفت اداؤه كمان كمدرب، بعيدا عن كل ده في حقيقة في ارض الملعب لازم نقولها، انت كان عندك رغبة واضحة جدا يا كابتن علي في فعل شيء امام نادي الزمالك، وده حقك، ما عندناش ادنى مشكلة. فلو قارنا كده ما بين نادي فيوتشر في مباراته او في احد مبارياته انه بعد اللقاء خسر بنتيجة كبيرة وقال ان اللعيبة خلاص تجردت من الدوافع واصبح ما عندهاش دوافع، فطبعا احنا شفنا يبدو كده ان الدوافع خلقت مع مباراة نادي الزمالك. عايز اقول للكابتن يا كابتن علي مع احترامي طبعا الشديد لحضرتك ان الشوط الاول نجم اللقاء هو حارس المرمى كابتن جنش المعار من نادي الزمالك لنادي فيوتشر، واللي من هنا بنوجه له كل التحية على الاحترافية على احترامه لنفسه وللنادي اللي بيلعب فيه وللنادي اللي لعب فيه فترة كبيرة جدا، بنشكره على الفير بلاي اللي عمله وقدم جيم كبير جدا. شوف المشهد كمان العظيم قبل المباراة، جنش بيبكي لما الجمهور بينادي عليه وبيشجعه وبيحييه في عمليات الإحماء، ثم في المباراة فصل تماما إن الجمهور نادى عليه وإنه بكى وكذا وكذا وكذا، وقدم واحدة من أهم مبارياته حتى الآن في الدوري مع نادي فيوتشر. الراجل عمل اللي عليه وكان ماشي بشكل كان نجم المباراة، إن لم يعني يفوز نادي الزمالك فكان هو هيبقى نجم المباراة كابتن جنش. فعايزين نقول له الاحترام والفير بلاي هو ده اللي اللعيبة بتتعود وبتتربى عليه داخل جدران نادي الزمالك. بأكد على كلامك يا أحمد، وحابة أقول لك كمان أو أضيف على كلامك إنه فيوتشر يا جماعة ما راحش بأي هجمة على مرمى عواد غير هو انفراد بتاع أحمد عاطف، اللي هو أساسا كان سوء تفاهم بين الونش وماتسيب والكرة راحت أصلا بره وحتى عواد يعني ما صدهاش، فدي حاجة كمان كنت حابة أقولها. بالمناسبة فريق فيوتشر يا جماعة ملوش ولا تسديد على مرمى الزمالك مقابل 8 تسديدات للزمالك على مرمى جنش من اصل 23 تسديده، يعني متخيلين الرقم؟ ليكم ان تتخيلوا الرقم. الاستحواذ طبعا كان للزمالك 57% مقابل 43% لفيوتشر. فالحقيقه انه انا مش قادره اعرف التصريحات بتاعه كابتن علي ماهر كان اساسها ايه، يمكن متفهمه شويه احساس انه اكيد كان عايز يفوز هو وفريقه، لكن يعني اكيد كان محتاج ان هو يراجع نفسه في التصريحات ديت. عموما لك اكيد لفيوتشر مبروك علينا الثلاث نقاط المستحقه، خطوه جديده مهمه نحو اللقب برضو المستحق باذن الله. خلاص يا جماعه فاضل على الحلو 7 تكات، فاضل 7 مباريات ان شاء الله نقدر نفوز بيهم لو فضلنا ماشيين بنفس الشكل وبنفس الروح دي. يعني خلاص بنعمل كاونت داون دلوقتي، بنعمل عد تنازلي، قربنا قوي والموضوع هان جدا. باذن الله هيكون يعني اللقب الاعز والاقرب لقلوبنا لو اتحقق، لانه فعلا في ظروف صعبة جدا، في ظروف مستحيلة ما كناش نتخيل الإنجاز اللي احنا وصلنا له ده. كان الموضوع كان صعب جدا، يعني كان النجاح في نادي الزمالك كان مرهون الحقيقة بعوامل كتير، فما بالك لو في الظروف اللي زي ديت. لكن الحمد لله كيان الزمالك كيان كبير جدا، زي ما قلنا لكم كيان خلق للمعافرة. الخطوة الجاية خطوة أصعب أكيد، وهي الخطوة الأهم، ماتش الموسم، لأنه يعني ماتش بست نقاط أمام منافسنا الأبرز، يعني كأداء وكقرب من نقاطنا دلوقتي بحكم طبعا جدول المسابقه، لكن باذن الله احنا قدها. وطول ما احنا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، طول ما احنا بالروح دي، طول ما احنا بالعزيمه دي والحب اللي ما بيننا والاصرار على الفوز، مفيش حاجه تقدر ان هي توقفنا مهما كانت صعوبتها يا احمد. لو فضلنا بنفس الروح دي انا متاكده ان احنا ان شاء الله هنفضل لحد اخر مباراه، ان شاء الله هنفضل منتصرين. وده اللي بنراهن عليه يا انجي، وان شاء الله يكمل اللعيبه، يكمل الاداره، تكمل الاداره الفنيه، يكمل الجمهور في دعم الفريق حتى نهايه اخر مباراه من ال7 مباريات باذن الله، ونكون ساعتها بنبارك لنادي الزمالك بحصوله على اللقب والحفاظ على اللقب داخل جدران متعب. هنروح بقى ليه فقرة سهم وقوس إن شاء الله النهاردة، هنفتح ملف
مهم جدا لبعض الناس اللي عندها بقى مشاكل في وزنها وجسمها، مش من منظور انك عايز تخس او تقلل وزنك، ولكن من جانب الناس اللي بتعاني من النحافة ونفسها تزود وزنها، نفسها تعالج القصة دي. شرفنا طبعا دكتورة أمنية شيرين أخصائية التغذية العلاجية في حديث مهم جدا إن شاء الله يكون يعني يفي كده بكل المعلومات إن شاء الله. أكيد أكيد تكون فقرة مهمة ومميزة جدا.